نادي الفيلين للرماية الرياضية، حيث تتم البطولة العربية 12 للرماية على الأطباق، وسوف يقدم لنا قانون اللعبة السيد الأستاذ عبد اللطيف الزكدي، هو عضو اللجنة المنظمة وعضو ورئيس الحكام. مرحبا بك سي عبد اللطيف زيدي. مرحبا. سي عبد اللطيف زيدي، بداية أود منك أن توضح لنا بعض الأمور حول هذه اللعبة وحول تقنية هذه اللعبة، فمرحبا. أهلا وسهلا. اللعبة الأولمبية، أول حاجة هذه الرماية على الأطباق، هذه لعبة أولمبية تتكون من ثلاث لعبات، لعبة تراب رجال والتراب والدوبل تراب والسكيت. فيما يخص التراب، موجود تراب رجال وتراب نساء. بالمناسبة نشيد بالبطلة المغربية اللي حرزت على الذهبية يوم أمس، وبطلة العرب، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للمغرب واللجنة المنظمة والعرب كافة. واليوم احنا التباري، أول شيء بعد البطولة تكون الوفود، يجوا الوفود، بعد ما يتواجدوا الوفود تكون تدريب، تدريبات أولية غير رسمية، واللجنة المنظمة توضع البرنامج، تعمل واحد البرنامج تسير المباراة. يعني تبدأ المباراة العربية الثانية عشرة، بدينا بتراب رجال. طيب سي عبد اللطيف، كيف تتم تسير المباراة؟ لنتكلم أول شيء لتوضيح الأمور لحد المتتبع يعرف هذه اللعبة جيدا. كيف تتم؟ أول حاجة المباراة، يعني الفرق والوفود كل دولة تعطينا المتبارين الرماة اللي كيمثلوا يتقدموا. وكل هذه البطولة العربية عندنا خمس رماة من كل فريق، من كل دولة، ثلاثة على الفريق يمثلوا الفريق، واثنين جوج رماة فردي، يعني الميدالية الفردية في كل لعبة. الوفود يوصلوا الوفود تكون تدريب رسمية. اللجنة المنظمة هذه السنة ارتأت ترتيب، عملت التراب رجال أول حاجة، تراب رجال تراب نساء، أول نهائي لأن النساء يكون على يوم البطولة، النساء ترمي على 75 طبق في يوم واحد. كم تصيب كم الإصابات؟ 75 طبق زائد نهائي، وتكون في يوم واحد. كم من طبق يجب أن يصاب لأجل المرور إلى يعني البطولة، يعني الأول ستة الأوائل من رماة كاملين هم اللي كيتأهلوا النهائي. ما هو المعيار سير المعيار لهؤلاء الستة؟ ما هو المعيار من ذلك؟ المعيار هو الإصابات، عدد الإصابات. احنا عندنا ثلاث جولات بالنسبة للتراب نساء، ثلاث جولات كل جولة فيها 25 طبق، يعني ناخذ المجموع الأطباق ترتيب ستة الأوائل يتأهلوا الفينال. طيب. يتأهلوا النهائي ويرموا. الحمد لله نشيد بالذكر عود الرامية مريغي ابتسام، الرامية المغربية اللي حرزت، يتأهلت الفينال وحرزت على الميدالية الذهبية فردي نساء، وكانت توجت بطلة العرب، والحمد لله الرماة المغاربة في التراب ما توفقوا، ولكن توفقوا كفريق، حرزوا على الرتبة الثالثة فريق رجال، وكان الفريق المصري هو اللي حاج على البطولة على الرتبة الأولى، والفريق الكويتي الرتبة الثانية، وخد الرتبة الثانية للفريق المغربي. بعد اليوم الثاني نعمل تكملة البطولة تراب رجال، لأن تراب رجال بيكون على 125 طبق، نساء يكونوا على 75، يعني ثلاث
ثلاث جولات الرجال خمس جولات في يومين، النساء ثلاث جولات في يوم واحد زائد الفينال، الرجال خمس جولات زائد الفينال كذلك. ومثال مجموع الطلقات 125 طبق، كان عندنا رقم قياسي. أستاذ عبد الطيب، لأن مجموع الطلقات هو الرتبة الأولى تأتي للمجموع الطبقات المحرز عليها. محرز عليها. إذن لو من 75 مثلاً يأتي ب 65 طبق. مثلاً الرامية في الترتيب العام، الرامية المغربية في لعبة التراب نساء على 70 طبق. 70 طبق من 75. كانت في الترتيب الأول. في الترتيب العام. ودخلت على الفاينل، دخلت على يعني النهائي. فقط لم تصيب الخمس أطباق لها. آه. هذا جيد. هذا جيد. نعم. والنهائي عملت نهائي وتأهلت الحمد لله بالذهاب. الحمد لله. الرجال كان عندنا سجلنا رقم قياسي بالنسبة للبطولة 123 طبق من مجموع 125 طبق، حرز عليها الرامي الأولمبي، البطل الأولمبي في الدحان من الكويت. من الكويت. و دخلوا النهائي بعد وخد الذهبية الرامي المصري، بطل عالمي الرامي المصري عبد العزيز مهيلبة، خد ذهبية رجال. والرامي الكويتي طلال الرشيدي خد البرونزية. كان الترتيب كالتالي، يوم الأحد 27/9 كان وصول الوفود، وكان التدريب الغير رسمي بالميادين. يوم الاثنين 28/9 كان فحص المعدات للرومات كاملين، وكان تدريب غير رسمي بالميادين كامل، وكان الاجتماع الفني. أول حاجة هو الاجتماع الفني، كيتجمعوا فيه الحكام ورؤساء الوفود وكل شيء باش كيوضحوا للرومات، كيعطيو توجيهات للمجريات ديال البطولة. وكان تدريب رسمي ديال اللعبة ديال الطراب رجال ونساء، تدريب رسمي. وكان الحفل ديال الافتتاح ديال البطولة، حضور سفراء ديال الوفود ديال البلدان المشاركة، بحضور رئيس المنتدب وبحضور يعني الناس كاملين اللي مشاركين في البطولة. يوم الثلاثاء 29/9 كانت المسابقة بدات ديال التراب، ثلاثة ديال الجولات، ثلاث جولات من أصل 105 جولات بالنسبة للرجال، ولكن لعبة تراب نساء فيها ثلاث جولات زائد الجولة ديال النهائي. الجولة ديال النهائي كيف نعود نذكره، وحنا فرحانين بأن حرزات المغربية البطلة مريم ابتسام على الذهبية بعد تباري وبعد ما حققت 70 طبق من 75، وكملت البطولة اليوم الثاني بالنسبة للسكيت، بالنسبة للسكيت اليوم كيف كنقولوا بأن راه اللعبة فيها بالنسبة للرجال خمس جولات، النساء ثلاث جولات، يعني في التراب ما توفقوش اللاعبات المغربيات. وكانت في لعبة التراب نساء حرزت الرامية ري باسل من لبنان على الذهبية، في لعبة التراب رجال حرز الرامي البطل المصري عبد العزيز مهيل بعد الذهبية، والرتبة الثانية البطل طلال الرشيدي من الكويت، والرتبة الثالثة توفق البطل الجزائري فؤاد عبيد من الجزائر. بدأت البارح المجريات ديال لعبة سكيت كيف قلنا، اللي ثلاثة ديال الجولات كيف تتعرف القانون. في اليوم الأول النساء ثلاث جولات زائد نهائي حرزات البطلة المغربية، عاود نذكروا البطلة المغربية على ذهبية سكيت بطلة العرب. واليوم رحنا في أثناء
كملوا السكيت رجال جولتين زائد الفاينل ان شاء الله. نتمنوا الابطال اللي ونذكروا كذلك بان هذه البطوله مسجله ارقام قياسيه لان هذا شيء طبيعي لانه كاينين متواجدين معنا ابطال اولمبيين كبار ابطال عالم مشاركين في البطوله من ابطال من الكويت ومن الامارات وابطال عرب. كيف على التوضيحات هذه؟ باقي لنا سؤال اخير هو لاحظنا بعض اللباس اللي هو يتغير من لون الى لون، مثلا انتم لكم اللون الاحمر، بعض الاخوه بعض المتابعين لهم اللون الازرق، ممكن تشرح لنا هاد النقطتين؟ بالنسبه للنقطتين هذا هاد القوانين الدوليه ديال اللجنه ديال اللعبه، يعني الجامعه الدوليه نزل قوانين، قوانين اللعبه فيها الحكام الميادين عندهم لباس الازرق، والجوري والمندوبين والرؤساء الحكام يكون عندهم يعني كل واحد يعني دونك الواحد عندهم احمر الخطر يعني الخطر يعني هو المراقبين المراقبين اخذوا اللون الخطير واللون الهادي للمتبارين. طيب بالنسبه كم طبق سيطلق يوم غد؟ يوم غد 150 طبق في الجميع لعبه الدبل ترامب او لكل فريق 150 طبق لكل رامي وكم رامي عندنا يوم غد؟ رامي 5 جولات كل جوله فيها 30 طبق يرمي 150 طبق ويشوف النتيجه ديالو وغادي يتاهلوا السته الاوائل في الترتيب العام غيدخلوا على يديروا النهائي والنهائي ستفرز قانون جديد النهائي كيبداو من جديد كيبداو سكورات من جديد هذا قانون اللعبه الجديد وفيها شويه ديال الفرجه وفيها شويه سسبنس وهذه الرياضه وهذا القانون الرياضي الاولمبي. اوكي شكرا استاذ عبد اللطيف الزاكدي على هذه التوضيحات، نتمنى لكم التوفيق وشكرا.